عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتم؟ اه. هلا اخوات؟ اه. هلا. يعني؟ يعني مش عارف. بس ماشي. معلش يا ابني بقى جدك يعني تقلنا كده. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بيها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيال عشان يجيب العلاج ليا ولمراته. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم في كل خطوه سلامه. هادي يا كريم والله العظيم ثلاثه. لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك. انا مؤاخذة والله. لا ده اللي وينه كان شغال علقت معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها سيد ادب يعني. زي ولادي وانا مش ركزي فاطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في اي ولا خلاص خلاص يا بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبة انت ما؟ لا مش مخطوبة. انت قمر بس حق في يلا يلا ما فيهاش حاجة. يلا انا جاي جدك يلا. وبعدين انا بتاع الحلال. انا متجوز 8 يلا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا حاج. يا عتريس. يا جدو. ازيك يا عتريس؟ جدو جدو جدو. ايوه قول لي عملت ايه؟ جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسلية. عملت ايه؟ يا جدو جدو. مستني حد؟ هو عتريس بصاحبي. يا باشا احنا عايزين نروح. هنروح يا جماعة هنتبسط. جبت لك يا جدو الصاروخ اللي أنت عايزه. واحدة 28 سنة حتى. عارف لو دينا يا اكبر؟ لا 28 سنة عسل عسل. مزة جدو لطيف. ايوه. ها خبرة وعنين. طبعا يا جدو. بسم الله. شبه القمر دي كده والله. شبه القمر دي. والله العظيم متشاور اقسم بالله مهرها اهو. ايه ده يا جدو؟ خد يا عم. ايه ده يا عم؟ انت احترم سنك وبص قدامك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم انت بص يا عم. هو انا يوم ما بص لواحد قد جدي؟ ايه ده ايه ده؟ جاي يا بنت ده بالحلال يا بنت. انا قلت لك بص قدامك ولا حرام. بص قدامك عشان ما نندمش. جدو لطيف يا بنت. يا عم لطيف. حد يقول لي جدو لطيف؟ حد انت بص قدامك. ايه جدو؟ عتريس. انا بتضايق يا جدو. ضربتك يا عتريس. ضربتني بالقلب يا جدو. انا حبيتها اكتر. يا عم انت يا عم تعبيط. انا بحبها والنص. تعبيط يا عم ولا ايه؟ يا عم بالحلال يلا شوف مهروختك كام يلا. يعني ايه يا عم مهروختك يا عم؟ انت يا ده اما مهروختك كام يا عم؟ بص قدامك يا عم. بص قدامك وامشي بعد اذنك. يلا يلا. ما حدش يجيبك عليك. اه يا جدو يا جدو يا جدو يا جدو. يعني ايه؟ انا بحب العنف يا عتريس. يا عم دي بقى اللي هتنفع معايا. انا كده. هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس؟ يا بنتي بالحلال والله. حلال؟ وانت بتعرف الحلال قوي؟ يا بنتي حلال ربنا. ايه؟ هو الراجل طلب الغلط. يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ بص قدامك بعد اذنك. انا بغزي العين يا غسيل. ماشي بص قدامك بقى. انت راجل كبير. ولا انزل انا انت كبير. انت راجل كبير. انا لو مش بحبك يا عم. بص قدامك يا عم. بتحب مين؟ انت هتعمل لي فيها سبع البومبا يا جدو. بتديني بالقلم يا جدو. عارف يا عتريس؟ اقول لك عارف يا عتريس؟ انا لو مش بحبك يا عم. بص قدامك يا عم. يخرب بيتك. انزل له يا جدو. انزل له يا جدو. نورتونا في الكريزي تاكسي. كنا بنصور كل اللي فات ده. بقول لك ايه؟ اتفضلي يا فندم. طبعا طبعا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور والهنا والسعاده يا فندم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فعلا بجد ما شاء الله. يعني بنت حضرتك دي؟ ايوه. ربنا يبارك لك فيها. يا ترى بقى البنوته الاموره دي مخطوبه يا فندم؟ لا لسه كده. بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكرمها ان شاء الله باذن الله. كرم ربنا هيبقى عليا باذن الله. ان شاء الله. ربنا يخليها لك. جوازي في مين دول؟ بيبقى
شويه والشباب بيجي يعملوا فعلا والله عند حضرتك حق. بس لو اقول لحضرتك انا عندي عريس اقسم بالله ما شاء الله ربنا يجعله مناسبها والله يا رب يبقى مناسبها يا رب والله العظيم يعني ويا بختي من وفق الراسين في الحلال يعني حضرتك انت فاهماني ان شاء الله. وبتدرس ايه بقى؟ السياحه كمان سياحه وفنادق طلبوا طلب العريس سبحان الله سبحان الله والله يعني حاجه ده ربنا دي بقى الاقدار والاسباب اللي بيسببها ربنا سبحانه وتعالى. وانت اسمك ايه يا عسوله؟ بسنت. كمان اسمك بسنت؟ لا ده كده في حاجه مش مظبوطه بقى كده في حاجه رباني مش قادر اتخيل ده هو طالب الاسم ده كمان سبحان الله. السوده بسعيد هو قال لي اي حد اسمه يبدا ب سبحان الله بسنت وسياحه وفنادق سبحان الله. انت برج ايه؟ اوعي بقى تفاجئيني بقى. لا بقى انا هنزل من العربيه انا هنزل انا مش كده بقى سبحان الله. البرج بتاع حضرتك يتماشى مع برج كمان هو برج الفار بس البرج الصيني في طبعا برج فار وفي اللي هو بيتماشى مع القوس الفار الصيني اللي هو القوس الهندي. لا بقى سبحان الله العريس بيتصل الولد اللي بيدور على عروسه بيتصل ولد مهندس محترم ان شاء الله زنجي المنظر ولكنه وحش التفكير ان شاء الله. الو مساء الخير ازيك يا مش مهندس يا سكر وحشتني جدا وعايز اقول لك ان ربنا بيحبك بجد. اقول لك ليه بقى؟ لان ربنا بعت لك طلبك عندي ومعايا دلوقتي بسم الله ما شاء الله. العيون عسلي ال 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 الشعر اسود داكن ما شاء الله تبارك البق بيتكلم احلى كلام بتقول كلام زي السكر يا فندم طبعا لا الماشا ال زي ما طلبت. يلا 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 هعدي اخدك معي. باي 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 باي. حضرتك بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ يا فندم هو الجواز لا الجواز ما فيهوش يا فندم هزار يا فندم يا فندم ده يا بخت من وفق راسين في الحلال. اوكي ماشي خلاص يا ستي مش هنقول له حاجه. قال ان هي ان انا عايز اتجوزها دلوقتي. هقول لحضرتك حاجه يا فندم نشوف العريس مش هنخسر حاجه. ماشي نشوف فين؟ مش هنخسر حاجه انا عادي نعمل ايه؟ مش فاهمه تاكسي يعني ولا ننزل نقابله في التاكسي؟ احنا دلوقتي فين في التاكسي؟ مش في الصالون؟ صالون وانت مش عايزه تتجوزي جوازه عن حب يبقى اتجوزي جواز صالونات. هو حضرتك ساكن في العباسيه؟ لا انا ساكن في المريوطيه. لا بس واضح ان كلام حضرتك كله جاي من الظاهر ان حضرتك ما سمعتيش عني قبل كده ولا على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه لان انا اسمي خميس. خميس؟ خميس مستر خميس ملك التدبيس قصدي ملك التجويف يعني كده. انا عندي صفحه على الفيسبوك وصفحه على الانستجرام اسمها تلاقي الاحبه. تلاقي الاحبه من ورا اي دبه زي معروفه البيج دي معروفه جدا لان انا دائما بوفق الروس في الحلقه كله لله والله يعني ربنا كريم. المفاجاه الكبيره اللي عاملها لحضرتك بقى تمام مش مهندس مسيو خميس اركب مسيو خميس اركب يا حبيب مسيو خميس مسيو خميس وحشتني حبيبي مسيو خميس. ايه ده حضرتك؟ ده حضرتك اتكلمت عليه احنا انا قلت لسه قايل لحضرتك احنا مفكرينك بتهزر وبياخدك على قد عقلك وعايزين يعني نمشي بسرعه عشان مستعجلين يا فندم احنا في الطريق. هو مش ده طيب جدا ماشي حضرتك والله طيب بص ولد انت عايز عم ميسو مسيو خميس انت موت في عم ميسو مسيو خميس انت تحب تنزل يوم الخميس انت تحب تلعب يوم الخميس انت تحب تروح مع مين مسيو خميس انت تحب جواز اتنين مسيو خميس العريس انا احب العروسه تحب انا احبك يا عروسه احبك انا احب العروسه انت احب عروسه جميله محترمه قدوبه على السولة جميله انت احب قدوبه على السولة جميله على السولة انت جبت معاك فلوسك انا كل حاجه جاهزه مسيو خميس بسم الله دي شبكه جميله شبكه مسيو خميس بس بص بقى يا فندم انا بس هوري حضرتك حاجه بسيطه قوي حضرتك اسمعيني لحظه مش فاضيين يا فندم احنا ماشيين بص يا فندم
دي الشبكة دي الشبكة دي الشبكة اللي حمادة جابها. انا مركز. دي الشبكة حضرتك اتفرجي. دي فيلة حمادة. دي فيلة حمادة في الساحل. دي فيلة حمادة في التجمع. ده الفستان اللي حمادة. ده الفستان ده يا فندم الفستان اللي حمادة عايز يلبسه لعروسته. ما شاء الله. ولا حمادة كلب انت حب مين؟ ابو خميس. ولا حمادة انت كلب حب مين؟ ابو خميس. ولا حمادة انت كلب حب مين؟ ابو خميس. ولا حمادة انت حب عروسة؟ جميلة ابو خميس. انت جميلة عروسة دي؟ جميلة. لا ما فيش لمس. نو تاتش. نو تاتش. ايه ده؟ قلنا نو تاتش. اركن بقى على جنب. لا يا فندم. لا لا اركن بقى. لا يا فندم. لا لا يا فندم. اسمع ابو خميس. هو عادي. هو عادي. هو بصي اقول لك على حاجة. هو ليه طريقة كده بيهدى بيستني كده. لا بس ما الايد ما تتمدش لو سمحت. ثانية واحدة. ثانية واحدة مفيش مد. شو رحلة حب النينو اي كراسة النينو نط تلات نطات نط تلات نطات بس خلاص بقى خلاص نقعد محترمين عشان عمو خميس. اوكي عمو خميس. ممكن لو سمحت نمشي؟ لا خلاص لا ولد لا تلميش فلوس على تلميش فلوس على طنط. جاهزة ايه حضرتك؟ الشبكة جاهزة يا فندم. لو سمحت يا تمشي يا هطلب لك فلوس النجم. بوليس نجد ايه يا فندم؟ معلش حضرتك بتقوري قوي يا فندم. انا جايب لك العريس لحد عندك. لا انا مش بقفر. وعامل لك جوازه يعني ده ما بيحصلش في ده بيحصل فين النهارده في مصر؟ معلش ايه اللي بيحصل يا فندم فيه؟ بيحصل فين؟ ده بنوته صغيره حلوه تتجوز. انت ليه ليه كده؟ لو سمحت ليه؟ ليه الولد بيحب البنت والبنت اعجبت بالولد باين في عينيها واعجبتي بيه باين في عينيكي. بص في عينيها. بص في عينيه. بص في عينيه. بص في عينيه. بسم الله ما شاء الله. قمر انا ما تضطرنيش انزل يعني هوريك انا ممكن اعمل فيك ايه يا فندم. يا فندم ليه بتمنعني؟ ويعني ايه وش قدام يعني انزل. مفيش حضرتك قبل ما تنزلي انا اسف لحظه واحده في 1000 جنيه ثانيه واحده 1000 جنيه رسوم بعد اذنك اقفلي الباب بدل ما اطلع انا في 1000 جنيه رسوم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو انا اللي بعمله ده يا فندم ايه فور فري؟ لا يا فندم البروجرام عندي كده. لا يا فندم بعد ما جبت العريس وبعد لا دي فلوسه هو انا في 1000 جنيه عند حضرتك. انت بتمد ايدك ليه؟ حضرتك بتمد ايدك ده انا ممكن دلوقتي اقسم بالله ولا انا والله العظيم والمصحف حضرتك بتدمري مستقبل بنتي. انت راجل بقى صحيح؟ اقعد انا راجل. بس حضرتك بقى حضرتك ازاي الحاله دي ولا ايه؟ ازاي ولا ايه؟ صحباتك يتفرجوا وبتاع ويعرفوا ان انت